لو الحكاية فيها إن فيجو. طب إيه اللي تعرفه عن الحادثة اللي قتل كانت؟ طبعا كانت الحادثة كانت قدام المحل بتاعك. طيب إيه اللي حصل أو كان إيه بداية الواقع أساسا؟ جاي من مشواره او من شغله او يا جاي حاجات ولاده، هو معاه ولد وبنت صغيرين وواقف هناك ناس بتراضيه بتحاول تراضي الدنيا على بعض عشان هم اهل عليك. تمام. بيرضوا بعض كده، هو متقبل ان هو دلوقتي صالح في الشارع فجاي زي هو في العادات سابوه شحن يعني زي ده. طب هو المدين عليه كان دايما بيروح يتحدى على المتهم دايما كان كل يوم بالشتومه مثلا بالسب والقذف ايا كان بقى ده بيتعدى على ده او ده بيتعدى على ده احنا بنسمع بس ما نقدرش ندخل كان بيسبب قصف. طب هل في حد بيقول ان هو المدين عليه على المتهم انه ما يفتحش المحل لمده 3 ايام؟ الكلام ده صحيح؟ لا انا عايز لمده 3 ايام ما حددش ولا ما يفتحش المحل. يعني مش عايز يفتح المحل. هو فعلا كان الكلام ده قبل الحادث. هو فعلا سيد بصراحه يعني عمل هو الاصول ريح دماغه وفعلا ما فتحش المحل بس هو لمده يومين. وتاني يوم نزل عادي لان هو مش بيبيع اي حاجه ولا اي حاجه. بس وفتح ومارس شغله عادي. ده اللي هو يوم الحفله بقى. اللي هو تاني يوم الحفله. بس الحمد لله. شتم الحاله فظيعه تقول المجنى اللي كان جايب مثلا كان جايب حلاوه او اي شيء لاولاده كده من الحادث شنطه في ايده فيها ايه ما اعرفش كان جايب بس سيد ده حد كويس بجد يعني والله بني ادم كويس جدا واحمد بني ادم كويس انا ما شفتش انا عن نفسي ما شفتش لا من ده ولا من ده حاجه وحشه هم يعني بس هو الشيطان. طب الحادثه دي كانت قدام المحل بتاعك الساعه كام؟ حوالي الساعه كام؟ بالظبط بين الشوطين بين الشوطين بتاع الاهلي والزمالك بين الشوطين. طب انت كنت موجوده فاتحه المحل؟ طب اول ما شفت الحادثه ايه اللي حصل؟ رعب فظيع وانهيار يعني كان معايا اولادي كمان اتخضوا من الموقف خدتهم وطلعتهم ورجعت تاني في ان احنا يعني بيتشاهد او روحوا فعلا بتطلع وحطوا في المتهم اول ما بعد ما قتلوا فر هرب ولا لا 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 راح سلم نفسه سلم نفسه على ان هو ايه تعور يعني ما كانش قصده يقتله كان قصده بس يعوره بس تهديد كده يعني او سيد حد كويس جدا هو بجد والله هو في دماغه ان هو ما خدش بس مش اكتر من كده ودليل ان هو اللي راح سلم نفسه هو ما حدش جه خده فهو هرب لا هو راح سلم نفسه شكرا.